احنا هناكل علقة. انا بقى جعانة او مش عارفة اعمل ايه، اكل ايه اكل ايه؟ ياد القرف اللي عصب. بحب الناس اللي بتضحك على طول. ايه فلافيلو؟ ايه فول؟ ايه فلافيلو؟ ايه فول؟ ولما العالم البداية دول هنطفحهم فول. ايه فلافيلو؟ ايه فول؟ ايه فلافيلو؟ اه ده الفول الفلافيلو اللي بحبه قوي، بس مش هاخده، هسيبه للي وراي. انت اللي وراي امشي. والله العظيم يا استاذ صبري، الواحد زهق من وشوش اللي بيشوفها ومن البلد دي. انا نويت هاجر بره. على فين يا هيما؟ طنطا دي انا مش شايفها. علشان جمالك تدلع ونعم الدلع والله. قلبي جايد قوي ومولع. اه يا مولع. ويصحبين يا جميل، اطلب وسالة تتمنى. اكيد مامي نحلة عشان تجيب العسل ده كله. خلاص يا مشخ. من يا جدعان؟ انا ابوها. انا ابوها كلها حبانية، لجلي جبدانية، مسؤول بالاجنبي، انت دليلة الكوكب. بنت طيبة وعلى نيتها، بس كانت فرصة. كل اللي راح ممل واللي جاي كراميل، يا عيال بطاقة انا سجل، مش همل ومش راحل. مين المزة الجامدة دي؟ يا ام جزيرة، عم عيش ما طلعك ليه؟ عمك عيش ما طلعني عشان طلع ما بيعرفش. الله الدولية يا ليلتي، لا انت حاجة ايه؟ ثلاثة ما بتعرفيش يا حشومتي، ما بتعرفيش. طلعي لي الفيديو ده كسكس زبور كسبروه عشان حشمت ما بيعرفش. بتقولي ايه يا ولية انت؟ واضح ان العيلة كلها عينة واحدة. جربني بس انت سعاده البيه، هتلاقيني الهلوبه والله عاجبك. كله سابني بعيد لوحدي. وانا روحت فين يا فرنسا؟ دنيا بيني وبلاد حدي، قلبي تزعل نفسك بطر حاجات كده تعالى، مفيش ولا حد سابك كده. انت بتعذبيني، عايزك كده تبقى مؤمنه و... ها؟ بس بس حبيبي يا حبيبي يا هاشم. جامد عبير. اه جامد. اه مش كده؟ شفت البت وهي بت ايه ده يا سيد؟ يا مزة هاتي رقمي زيرو كام؟ رجعنا بقى للنغمة القديمة. مزة هاتي رقمك، قول رقمك. ايه ده؟ ايه جاي مع مين ده؟ زيرو كام؟ بحبك من قلبي لروح قلبي. يلا اسرح يلا يلا. بك دي ليها مستقبل زي الفل. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. لا البت خبرة بصراحة، يعني خبرة. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ مين دول؟ عزم قدر كده الجو. اه انا
كفايه زي الجمل جمل. سايبك تهري وبترن لكن ممنوع تحلم. اسف انا مش بتهج. اخرج الدواء ده. شبعنا مولود على العين. لا ارى احدا وزجاج. لا ارى غير نفسي وبعد. جمل عم بقول تشكى ما تسيبها لي وامضى على العقد. هي عجله هتاخدها لفه. فرحة امك بيك. ايه الخروف ده؟ بجد بجد ده خروف. انا دايوس انا دايوس. حلوش يخرب بيت ام ابني. كنت الليفه يا حاج حبي يا جمل يا بابي. في ايه يا دي النيله؟ الراجل الكهربائي اللي انت جبته ده انا حموته. ليه اللي حصل؟ اول ما جه البيت وعرف ان انا بتاعت امك يا دياري عم كهربني. تسلم جدك. كهربك ازاي يا ده؟ طب ده انا هخرب بيته. هتعمل ايه؟ ادي حاج الاحسن هيرجع عليك. ازاي سايبك عايشه لحد دلوقتي؟ حرام على ما خلينيش اموتك انت. خلص انا هتصرف. جبارة خدي هتجيب لي حقي الكهرباء امتى؟ النهارده. اي ثانك يو داري. ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ لما تيجي جاي البال اطلع على الوضع الفوز. مل عينك مني واشبع مني نار صافيه. اللهم صل على النبي. جامده جامد. ده انا هبسطك اخر انبساط بقى. 17 جبرت قضيت النهارده. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وصبري كريب. Subscribe, guys!